السلام عليكم طلاب، اليوم راح ناخذ بعض التعاريف والمصطلحات وبعض الأمور المهمة بالمحاضرة الرابعة. بنشوف أجزاء الطائرة مثل ما تعلمناهن وصارت واضحة عند الكل، وهذه الأجزاء وكل جزء وشنو العمل مالته وظيفة له. عندنا الجزء المهم اللي هو جناح الطائرة والمقطع العرضي مالته اللي سميناه ايروفويل. هذا الايروفويل وعندنا عرفنا المهمة مالته وأداءه شنو. هذا يتكون من يصنف إلى صنفين رئيسيين، سيمتريكال وأسي سيمتريكال أو انسيمتريكال. سيمتريكال يعني خط الكورد اللي قلنا عليه من الحافة الأمامية للحافة الخلفية يقسم الايروفويل إلى جزئين متساويين، يعني خط الكورد هو المنتصف تماما، فاسم هذا الايروفويل أو شكله هو يكون متماثل من الجهتين واسمه سيمتريكال ايروفويل. أما البطلية الايروفويل يكون خط الكورد ما يكون هو منتصف المسافة، يعني لو نشوف الجزء العلوي هنا ما يشبه الجزء العلوي الأسفل، فهذا الشكل من الايروفويل اسمه اسيمتريكال ايروفويل. بالنسبه للسيمتريكال هذا يكون توزيع الضغوط على السطح العلوي وعلى السطح السفلي متساوي اذا كانت زاويه الهجوم صفر، وبهذا يكون لا يوجد رفع عند زاويه الهجوم صفر. كل ما تزداد زاويه الهجوم طبعا تتغير فروق الضغط على السطح العلوي والسفلي ويتولد الرفع. اما بالنسبه للاسيمتريك ايروفويل هذا اكو عندي اصلا هو تحدب، عندي تحدب اكثر من تحدب على السطح الاسفل، تحدب على السطح العلوي اكثر تحدب من السطح السفلي، فلهذا حتى لو كانت الزاويه صفر راح يتكون رفع على السطح على الايروفويل اللي يكون شكله اسيمتريكال. طبعا انواع عديده من الايروفويل وكل الايروفويل المهمه مالته، عندنا لو سبيد الهاي سبيد، شكل مثل هذا الشكل المعين شكل الايروفويل، وكل واحد من الاشكال الى نوعيه او الى عمل او مهمه ما. الايروفويل مثل ما قلنا ليدنج ايدج، الأبر سيرفيس، اللور سيرفيس، الترينينج إيج، الكامبر لاين اللي هو من الحافة الأمامية للحافة الخلفية، خط مستقيم كامبر لاين، العفو الكورد لاين، كورد رمز مات سي، والخط المنطلق هو منتصف المسافة بين السطح العلوي والسطح السفلي واللي سميناه المين كامبر لاين. هذا هو الايروفويل، زاوية الهجوم اللي هي واقعة بين الكورد وبين اتجاه الريح، الكورد واتجاه الريح. هنا أنا عندي الايروفويل اللي هو قلنا المقطع العرضي للجناح، هذا الشكل مالته، الحافة الأمامية والخلفية والكورد والثيكنس، يكون أي عند كل اكس اكو ثيكنس معين. هذا الجناح، هذا هو الكورد، هذا إذا مقطع عمودي أو أفقي، مقطع أفقي إذا نشوفه توب فيو. وعندي من الحافة النهائية للجناح إلى الحافة الأخرى من الجناح هذا نصح له سبان اللي هو بي. وعندي زاوية أخرى اللي إذا نشوفه فرونت فيو، أكو عندي زاوية دهايرال أنجل اللي هو ارتفاع حافة الجناح عن الروت، أكو في زاوية معينة وهذا قلنا لها أهمية في حالة النزول على مدى بعد أطراف الجناح من أطراف الجناح من ارتطام بالأرض. عندي مصطلح اللي هو aspect ratio، هذا aspect ratio يساوي لنا السبان تربيع على الأريا، سبان تربيع على الأريا، والرمز مالته AR aspect ratio. هذا هو الايروفويل. بالايروفويل اكو عندي سنتر اوف بريشر اللي هو قلنا
يكون مركز الضغط، مركز توزيع الضغط على السطح العلوي وعلى السطح السفلي، راح يتركز في نقطة ما ونسميها سنتر اوف بريشر، وهذه تتغير مكانها سنتر اوف بريشر بتغير زاوية الهجوم، لأنه يختلف توزيع الضغط على السطح العلوي وعلى السطح السفلي، فتتحرك هذا مركز الضغط اللي هو يكون عليه محصلة القوة تكون موجودة على هذه النقطة. عندي تعريف آخر اللي هو فيننس ريشيو والثكنس على الكورد. ثكنس على الكورد هذه يعني نسب تصميمية تستخدم في عند تصميم الأجنحة والأرفف. طبعا شفنا أنواع أشكال للجناح، الجناح السترايت، السويبت باك، كنا متراجع إلى الخلف بزاوية معينة، تابرد وينج، دلتا وينج، فاريبل جيومتري اللي هو متغير موجودة بالطائرات الحربية، سبكت ريشيو. سبكت ريشيو مثل ما شفناها بالقانون اللي هو السبان تربيع على ال L، بي تربيع على ال L، والبي قلنا من الحافة النهائية اليسرى للحافة النهائية اليمنى، هذا كله اسمه سبان اللي هو رمزه بي، والاريا للجناح هتكون اس. طبعا لو كان عندي جناح مستطيل فالاريا معروفة هي السبان في الكورد، سبان في الكورد، فالاريا تكون سبان في الكورد تربيع ويا البي، فيكون بالنسبة للركتانجولار وينج يكون السبكت ريشيو يساوي البي على السي. سبكت ريشيو هذا المصطلح له يعني أهمية بالطائرات، لأنه يدخل في خاصية استجابة الطائرة للحركة الرول. حركة الرول تذكرون اللي شرحناها بالمحاضرات الأولية، حركة الرول هاي تكون لها أهمية جدا كبيرة إذا كان الوينج ذو سبكت ريشيو عالي أو قليل. وأيضا نستخدم هذا السبكت ريشيو في حسابات الليفت على الدراج ريشيو. حساب السبكت ريشيو يعني احنا شفنا القانون اللي هو الوينج سبان تربيع على الاريا، واللي هو يكون وينج سبان تقسيم الافرج وينج كورد. احنا الكورد للوينج يختلف، قاعد اشوفها من الحافه التب الى الروت تختلف هذا الكورد، بس لو كان عندي معدل الكورد ممكن راح يكون عندي الوينج سبان على الافرج كورد او البي تربيع على الاريا. هذا الاسبكت ريشيو نشوف له تأثير واضح بهذا الأشكال. احنا عندنا الطائرات الهاي اسبكت ريشيو راح نشوفهن اللي هن يطيرن إلى ارتفاعات عالية وتكون سرعتهن جدا بطيئة، واللي هاي تكون طائرات التجسس اللي بيها هيجي أنواع من الأجنحة. شوف السبان مالته جدا عالي معناته اسبكت ريشيو جدا عالي. أما بالنسبة لهذا الشكل من الطائرات فهذا ان تكون سبكت ريشيو مالتها جدا قليل، ولهذا وهي تستخدم هذه الطائرات بالسرعة العالية جدا. دهايدرال انجل قلنا اللي هي زاوية ارتفاع التبوينج عن الروت، والغرض مالتها عدم ارتطام على سطح الأرض عند الهبوط، وهي زاوية تصميمية تستخدم بالتصاميم في حالة التصاميم الأجنحة. زاوية وضع الجناح، احنا عندنا جناح يمنخلي على جسم الطائرة ممكن انه يوضع بزاوية معينة عن المحور الطولي للطائرة، ممكن ان يكون زاوية، هذه الزاوية راح اسميها setting angle. طبعا هي تختلف عن ال angle of attack. angle of attack دي بين الكورد والاتجاه الريح، اما setting angle
هي بين الكورد والمحور الطولي للطائرة. هنا لو نشوف إذا وضعنا الجناح في مكان ما على الطائرة، طبعا راح يختلف مركز الثقل للطائرة. مثلا في هذا المكان بعض الحسابات الأوزان اتضح بأن مركز ثقل الطائرة بهذا المكان، معناتها والجناح أنا خليته بهذا المكان، معناتها عندي مركز للضغط، معناتها مركز القوة حتكون في هذا المكان. عندي الديل أو الهوريزونتال تيل أيضا بمركز ضغط وولدت لي قوة بهذا الشكل، فهذا ممكن أنه يسوي عزوم معينة، فذني لازم كلهن ينحسبا ويتقلن في مكان متوازن بحيث تطلع مجموعة العزوم تساوي صفر لغرض تستقر الطائرة. هذا الجناح طرف من الجناح اللي موجود على الطائرة، هذا الجزء راح يكون اسمه روت كورد، الجذر اللي هو متصل بالجسم الطائرة، وهذا الحافة البعيدة اللي هي تيب كورد، فالسي سب تي تيب كورد، وهذا السي سب ار اللي هو روت كورد. هذا الحافة الأمامية للجناح هتكون متراجعة في هذه الحالة، واللي سميناها سويبت انجل او سويب انجل. هذا طبعا اكيد راح يكون عندي نص السبان، نص الباع بي على اثنين، لانه احنا قلنا البي هي من الحافة من التب الى التب من الجهة الاخرى. والمصطلحات اللي شفناها سبكت ريشيو اللي هي بي تربيع على الاس، واكو عندي مصطلح اخر اللي هي ليندا، ليندا تابر ريشيو، تابر ريشيو اللي هي تساوي لنا التب روت على التب كورد على الروت كورد، تب كورد على الروت كورد، سي سب تي على سي سب ار. هذا احنا نريد نشوف مثلا هنا لغرض حساب المساحة، مساحة لهذا الشكل هنواجه بها صعوبة. قلنا احنا مساحة لو كان الشكل الجناح مستطيل فمساحته طول في العرض، بس بهذه الاشكال شلون اطلع المساحة مالته؟ لو كان نقدر اعرف المين كورد، يعني معدل الكورد لهذا الجناح معدل مالته، ممكن هذا المعدل في البي راح يعطيني الاريا. فالمعدل شلون يكون حسابه؟ حسابها أكون موجودة عدة طرق في حساب الكورد، مثلا الطريقة الرياضية، هذا السنتر اللي هو يساوي لنا التكامل من الصفر إلى بي على اثنين، سي واي سي صب واي كل تربيع دي واي على التكامل من الصفر إلى بي على اثنين سي صب واي دي واي، واللي يساوي لنا هذه المعادلة. هذا هو رياضيات، وإذا كان عندي سترايد تابرد وينج فتكون بهذه الشكل المعادلة، وهن أغلبها تدني معادلات تصميمية. أما بالنسبة للسويبت أنجل فممكن بها هذه المعادلة، وأيضا هذه معادلات تصميمية. أما طريقة أخرى اللي هي في حساب مساحة الجناح أو في إيجاد المين إيروديناميك كورد، المين كورد اللي هو منتصف أو الكورد الوتر، معدل الوتر، فعندي فطريقة عن طريق الرسم أقدر أوجدها بصورة سريعة، اللي هي هنا أنا ركز لي شوف الطريقة شلونها. طريقة بسيطة جدا، راح أرسم سنتر، أرسم نقطة الشروع أو البداية، عندي رسمت هنا المحاور مالتي الأكس والواي، وهاي قلنا عليها نقطة الصفر راح أدي. راح أرسم الروت كورد، منطيني بالسؤال قال لي جناح طول الجذر مالته مثلا 5 متر، فرسمته منين؟ من نقطة الصفر. ومنطيني الروت التب كورد قال لي مثلا 2.5 متر
أو 3 متر، تبعد السبان منطيني إياها المسافة، السبان مثلا 10 متر، 10 متر نص المسافة 5 متر اللي هي بعد التب كورد عن الروت كورد 5 متر، وبتراجع بزاوية معينة مثلا 15 درجة 20 درجة حسب مقاينها، واللي أقدر من المحور الأفقي هنا أنا أرسم هذا الخط متراجع بزاوية 25 درجة اللي هي سويبت أنجل، وبعدين من هنا أحسب التيب كورد اللي هو قدنا 3 متر. راح أوصل الحافة لبقية الحواف، وراح يصير عندي شكل الجناح رسمته بسكيل، رسمته سكيل على الورقة، هذا صار عندي الجناح مرسوم بسكيل. نجي هسه الخطوات. الخطوة الأولى راح أجي أخلي التيب كورد بجانب الروت كورد، يعني التيب كورد هنا أنا مثلا عندي مقدار 3 متر، راح أخلي السكيل مال التيب كورد اللي 3 متر راح أخليها هنا أنا وين فوق الروت كورد 3 متر، وأسفله أيضا 3 متر. أيضا راح أخلي على الجهة الأخرى، على الجهة الأخرى من جهة التب راح أخلي الروت كورد، الروت كورد قلنا عليها 5 متر، راح أخلي هنا 5، ومن الأعلى أيضا 5. أوصل بيناتهم اللي هي الحافة العليا وهي الحافة الأخيرة هنا العليا للجهة الأخرى المطلوبة، وأيضا أوصل من الحافة إلى الحافة هذه. راح يتقاطعون هذين الخطوط هنا في نقطة ما، هذه النقطة أوصلها بخط مستقيم، راح يكون هذا هو المين ايروديناميك كورد، راح يكون هذا الوتر، معدل الوتر، معدل الوتر هذا أقيسه بالمسطرة وأشوف إيش قد هذا معدل الوتر في السبان، راح يعطيني الأريا. فهسه حساب الأريا لأي جناح ينطيني إياه نقدر نحسبه بهذا الطريقة، أي شكل من أشكال الجناح، هذا عندي الروت، هذا عندي التيب، أخلي هاي المسافة اللي هنا قلنا اللي هي بي التيب، وأخلي هاي المسافة اللي هنا الأي اللي هي الروت، أوصل بيناتهم راح يكون هذا هو المين ايروديناميك كورد، يصير عندي بكل سهولة حسابها. فأي شكل من الأشكال أقدر أطلع بعد المين ايروديناميك كورد، وأقدر أطلع المساحة. إذا لم تعطى المساحة بالسؤال فممكن حسابها بهذه الطريقة. طبعا هذه الأشكال، وأكو برامج عديدة لحساب المساحة، هذه أشكال عديدة. شوف هذا الشكل آخر مطينا إحداثيات به، وشون نحسب المساحة أو المين ايروديناميك كورد، ومن عندها نحسب المساحة. هذا بالنسبة للأف 117 اللي هي الشبح، يكون الجناح مالتها معقد، شلون أطلع المين ايروديناميك كورد. وعندي برامج موجودة على النت ممكن أن أطلع لي تفاصيل دقيقة في حسابات المين ايروديناميك كورد.